بعد رحيل الخليفة الثالث للنبي محمد عن الحياة، أقر المسلمون بتولي علي بن أبي طالب الخلافة خلفا لعثمان بن عفان، فعزم صهر رسول الله على حسم الخلافات سواء في العراق أو حتى في بلاد الشام. فكانت موقعة الجمل الأولى في حسم الخلاف، لكن موقعة صفين التي واجه فيها جيش بلاد الشام بقيادة معاوية ابن أبي سفيان، لكن عرضوا على علي الصلح. فحينها انسحب بعض جنود علي من المعسكر ونزلوا بمنطقة حروراء، فأطلق عليهم العلماء فيما بعد اسم الخوارج، حتى أرسل إليهم علي ابن عمه عبد الله بن العباس لإقناعهم بالعودة. فما القصة؟ حينما رحل هؤلاء المجموعة من معسكر الخليفة الرابع للنبي محمد، حاول علي بن أبي طالب أن يعيدهم إلى صفوفه حتى يلم شمل المسلمين. فعندما أقر بضرورة الصلح الذي طالب به جيش الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان، سعى إلى أن يعيد جميع المسلمين إلى طاولة واحدة لا يفترقون عنها، فقرر أن يرسل إليهم ابن عمه عبد الله بن العباس حتى يعيدهم إلى الصف الذي فارقوه. فوصل ابن العباس إلى الخوارج في منطقة حروراء حتى يناظرهم ويحاول إعادتهم إلى صف المسلمين. روايات متعددة دارت حول فلك تلك المقابلة المرتقبة، نقلها كثير من علماء السنة، وآخرون ينسبون إلى الشيعة والإباضية. فجاءت المناظرة بروايات وسرديات مختلفة، فمن علماء السنة أوردها الإمام النسائي بأن ابن العباس حينما ذهب إليهم كان لديهم ثلاث إشكاليات لا يريدون بسببها العودة إلى صف علي. فبعدما سردوا عليه تلك الإشكاليات التي كان أولها بأن الحكم لله فلا يصح أن يحكم الرجال في أحكام الله، وكانت الثانية تتعلق بأنه لم يجمع الغنائم في وقعتي الصفين والجمل، والثالثة بشأن السيدة عائشة رضي الله عنها. فبعدما رد ابن العباس عليهم في المسائل الثلاثة بأن الحكم للرجال في الأمور الدنيوية بل والمواجهة في الصفين والجمل لم تكن ضد أعداء الإسلام بل بسبب الفتنة فلا غنائم، والثالثة أن عائشة أم المؤمنين فعاد منهم من عاد، لكن بعضهم ظل على عناده مفارقا للمسلمين خارجا على أوامر الخليفة الرابع علي بن أبي طالب. لكن في الرواية الشيعية قرروا فيها أنه رغم إقناع ابن العباس لهم إلا أنهم يرون أن عليا منزه عن كل شيء من الأشياء، فهو أشرف من عرفته البشرية، بل إن ابن العباس يريد أن يجعله خليفة فقط. فعلى كل الأحوال رفض الخوارج العودة إلى معسكر علي والقبول بالصلح الذي يحاول صهر النبي أن يعيد به لم شمل المسلمين، إلى أن جاء دور الرواية الإباضية التي لا تختلف كثيرا عن الشيعية، بل إنها زادت في مغالاتها بشأن علي بن أبي طالب، فضلا عن أنهم أقاموا الحجة على ابن العباس، فرجع إلى علي ورفض أن يدخل في أي مواجهة معهم.